السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، معكم علي النوس. النهارده ان شاء الله عايزين ننبه على حاجه مهمه لاحظتها في سوق العملات الرقميه، من ممكن ان هي تخليك تطلع من العملات اللي معاك كلها. يعني ده طبعا شيء يرجع لك انت، ولكن فعلا الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده مقلق. دلوقتي العملات الرقميه او سوق العملات الرقميه عامل معدي التريليون دولار، ولكن فين الفلوس دي؟ فين الفلوس دي؟ يعني رايحه فين بالظبط؟ فلو احنا بصينا مثلا على حاجه زي الاثيريوم والبيتكوين، تعمل فيديو من شويه للاسف المسح. المهم دلوقتي ده اثيريوم ضد البيتكوين، عامل زي انت لما بتقول اثيريوم والعملات كلها ضد الدولار، في برضه لان البيتكوين قائد العملات الرقميه. عشان كده ناس كتيره جدا لما تقعد تقول هينهار والكلام ده كله، محدش طبعا بيصدق الكلام دوت. انت بتتكلم في حاجه قويه جدا ان هي تنهار، مش بالسهوله اللي انت متخيلها، حتى لو انت شايف ان هو ما فيهوش اي فايده. ده قائد العملات الرقميه، ده الذهب بتاع العملات الرقميه. لو لاحظت هنا، اوكي، ده بقاله من شهر مارس لما كان منحدر، من العام الماضي لما كان حضر انحدار شديد جدا، وبعدين طلع صعود كبير، وبعدين بدا ان هو يرجع مره تانية في الانحدار. وزي ما احنا شايفين كل مدى في النازل، من ممكن حتى ان احنا نلاقيه في الفتره القادمه ان هو في هبوط اكتر من كده، ممكن حتى ينزل مستويات قديمه جدا. فده شيء مقلق، اوكي، شيء مقلق. فخلينا بقى ايه، نرجع هنا، تمام، يرجع بالمنظر ده. ليه؟ ايه اللي مخلينا نقول كده؟ ايه اللي مخلينا نتكلم طبعا عن ايثيريوم؟ ايثيريوم، حركه ايثيريوم لو انت لاحظت هتلاقيها ان هو برضو قائد الحركات العملات البديله، العملات الرقميه، بعكس بيتكوين. ممكن بيتكوين ينطلق وتلاقي العملات لسه ما اتحركتش. اذا تحرك الايثيريوم في الغالب بيكون تحركات العملات الاخرى. طيب ايه اللي احنا عايزين ننبه عليه؟ المنظر ده. دلوقتي بيتكوين لوحده عامل حوالي 50% من العملات الرقميه كلها، متخيل انت المنظر دوت؟ طيب فخليك منتبه للكلام دوت. هنا هتلاقي ان البيتكوين منذ، يعني لو قلنا تحديدا نوفمبر العام الماضي، وهو المستحوذ على السوق العملات الرقميه، بل انه وصل لاعلى قمه كان خلاص قرب يخبط في 50% الاسبوع الماضي. انت متخيل المنظر ده؟ نص العملات الرقميه او نص السوق كله داخل في البيتكوين. بمعنى ان احنا عندنا الاف مؤلفه من العملات الرقميه، فهيدخلوا ايه اللي هيدخل فيها يعني؟ لذلك اللي هيطلع من السوق السنه دي ده اللي هيكمل. العملات اللي هي الضعيفة كلها هتقع، والعملات اللي هي ذات مشاريع قوية كلها هتكمل. لابد من انتباه، والموضوع دوت مش سهل، مش سهل. حتى لو البيتكوين انت شايفه هنا هو مثلا واقف على خط دعم مهم، ده بيكمل ومش بيقف. حتى لو انت شايفه واقف على خط دعم مهم هنا هو، فانا حابب ان انا انبهك ان اخر مرة لما كان واقف على خط دعم شبه كده، اوكي، هنا اهو، كمل انطلاقه، ما هديش. فنفس المنظر هنا تقريبا، ومكمل انطلاقه برضه بنفس الشكل. هتلاقي حتى هنا في تقريبا نفس عدد الشماعات، اربع شماعات هنا، اربع شماعات، وبعدين كمل. ده ممكن هو يخبط فين؟ هل البيتكوين وصل لحاجه اعلى من كده قبل كده؟ اه طبعا. بص، ده كان واصل في فتره من فترات معدي، كان واصل لحوالي 75%. اوكي، انت متخيل المنظر ده؟ اوكي، نعم. خلينا بقى ايه، طب امتى كان الكلام دوت؟ خلينا برضه نبص، كان ديسمبر 2020. عموما، فانت خد بالك ان العملات الرقميه مش جايبه همها بالمنظر ده. ما تفرحش بالكام كام دولار اللي بيطلعوا لك كل فتره. الموضوع مقلق، الموضوع مخيف، وخصوصا ان احنا النهارده مثلا، على سبيل المثال، النهارده يوم 13 من اللي هو يوم تسجيل هذا الفيديو، النهارده 13، سيتم الاعلان اليوم عن مؤشر اسعار مستهلكين الامريكي للسي بي اي اللي بيمثل مقياس التضخم في شهر مايو. يتوقع انه يظهر المؤشر دوت انخفاض الى 4.1%. فعموما طبعا مع مشاكل بتاعت بي ام بي والكلام ده كله، فالخبر دوت هيخليك النهارده برضو يفضل ان انت ما تضاربش يا جماعة، أخليك بلاش تدخل وتغامر في السوق وتخسر فلوسك. أتمنى لكم الربح والتوفيق. السلام عليكم.